صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح، والأربع وصفات لليوم هن مالح. لكن مشاهدينا في عنا الباذنجان والبندورة بالصينية، أو فينا نحضرهم بطريقة تانية، أنا رح أحضرهم بالطريقة التانية هلأ أنا وياكم، لأن إذا بدنا نحضرهم بالصينية بدنا وقت لنفوتهم على الفرن ويستووا. فعنا طريقتين، اما في عنا كوسا كمان بطريقه كتير طيبه شرائح الكوسا، عنا الاهم اليوم سيخ اللحمه اللي حضرني بتاني فكره من فكرات رشه ملح وفوتناه على الفرن، ونحن كلنا ناطرين هالسيخ لحتى يستوي، بالاضافه للروست بيف. الروست بيف رولز راح نحضرهم طبعا بخبزه التورتيه. لكن مشاهدينا بالبدايه انا راح شيل الروست بيف حطها على لوحه التقطيع لحتى تبرد ونرجع منقطعها. لكن هيدي الروست بيف عم نشيلها من المرق او المي، حاطين له نحن بصل، جزر، عود قرفه، كرات، كرابس، ورق غار. طبعا هون بقول للمشاهدين هاي المرقة اذا عندي صلصه، لكن مشاهدينا اذا في عندنا صلصه بدنا نحضرها طبعا المرقة منعوزة لنحضر فيها الصلصه، ناخذ نكهه كثير طيبه من هالصلصه اللي موجوده عندنا. طيب انا رح شيل المرقة حطها على جنب. هون بقول للمشاهدين المرقة فينا ما نكبها، نخليها اذا شي نهار عم نستعمل وصفة بدها مرقة فبيكون في عنا بالتلاجة مرقة منشيلها ومنشتغل فيها. زيت الزيتون على النار، الباذنجان مقطع، لكن صينية الباذنجان بالجبنة، زيت الزيتون على النار، عندي الباذنجان مقطع مربعات منضيفهم مع البندورة الكرزية. هالوصفة كتير طيبة. اوكي، لكن بضيف لالهم البندورة الكرزية كمان معهم ومنقليهم، نتركهم على النار لحتى طبعا يدبلوا، فينا ما نعطيهم الاستواء الكامل، اذا دبلوا ناخذ نكهه كمان طيبه. هون بدي اقول للمشاهدين في دراسات بتقول انه الباذنجان، طبعا الباذنجان المشوي بنزل من السكري، كل الناس اللي عندهم سكري هاي دراسات تقال انه الباذنجان كثير منيح للسكري. فلهالسبب هالوصفه فيكم مشاهدينا تحضروها، لان هي عباره عن باذنجان، عن بندوره، عن جبنة فتة، بالإضافة للزعتر الأخضر، زعتر كمان فينا نحط من الزعتر اليابس، ما عندنا أي مشكلة، مع الملح والفلفل الأسود. طيب لكن بندورة الكرزية مع الباذنجان على النار، بهالوقت أنا شو رح أعمل؟ رح جيب طواية تانية أو قلاية تانية، رح حط فيها كمان من زيت الزيتون. فرجينا هون، لكن هول كمان صاروا جاهزين عندي، هول حليب لصلصة البشاميل، طبعا حليب كمان صاروا جاهزين. بحط طواية على النار وبحط فيها زيت زيتون، وبنحط فيها كمان من الزبدة، لكن الطواية الثانية مشاهدينا زيت زيتون مع الزبدة. اوكي، طيب هون رح اجيب شرائح الكوسه. الكوسه رح اقصها نصين، لكن مثل ما عم بتشوفوا الكوسه كيف عم بقصها، عم بقص الكوسه نصين بهالشكل هيدا. برجع بجيب من ورق او ضلوع الزعتر الاخضر، ضلوع الزعتر الاخضر رح قليهن معهم، لكن الورق منخليهن على جنب، رح نعوزهم بعد شوي للباذنجان. وبناخد العرق الزعتر الاخضر منحطه لناخد نكهه، او يعطونا نكهه للكوسه. لكن ضلوع الزعتر الاخضر، لكن مشاهدينا اليوم وصفاتنا عنا هول ثلاث وصفات يعتبروا
ابيتايزر او شكل اول على سفرتنا. اوه سوري حطينا النعم الزعتر. نشيل الزعتر ومنخلي العرق. اوكي طيب كمان بحط بعد عرق الزعتر، بنقليه هون مع الزبدة وزيت الزيتون. صار عندي هون نحن مشاهدينا زعتر، رح اجي كمان على الزعتر البري عجنينة تعولتي، اخد ايضا كمان ضلوع او عروق الزعتر البري. اوكي لكن مشاهدينا حطينا الزعتر البري مع الزعتر الاخضر. هون عنا الباذنجان مع البندورة طبعا عم يتقلوا مع بعض. رح استعين بالبصل البودرة، لكن عندي بصل بودرة بالإضافة للفلفل الأسود. كمان بنحط رشة ملح. هلا في عنا كعك، المقادير اللي شفناها على الشاشة فيها كعك. الكعك المطحون بنحطه على الوجه اذا نحن عم نعمل صينيه، لكن مشاهدينا عم نحضر صينيه الباذنجان بالجبنه او باذنجان بالجبنه. صينيه الباذنجان بالجبنه في عنا طريقتين، فينا نقطع الباذنجان شرائح نصفهم بالصينيه، حبه باذنجان، حبه بندوره، جبنه فتا مع جبنه بارميزان، طبعا بنرشهم على الوجه. لكن بنحطهم شرائح الباذنجان مع شرائح البندورة مع شرائح جبنة الفتة، ومنحط على الوجه بصل بودرة، منحط أوريغانو، ملح، فلفل أسود وكعك مطحون، منفوتهم على الفرن لحتى طبعا يتحمر الوجه وأيضا يستوي الباذنجان مع البندورة. أما الطريقة الثانية اللي عم بحضرها هلأ هي مثل ما شفتوا بندورة طبعا مع الباذنجان، وضفنا لألون بصل بودرة، فلفل أسود، رح جيب حط رشة أوريغانو، لكن ضفنا رشة أوريغانو لهالخليط هيدا. هون منجيب منجيب الكوسة، منضيف الكوسة، منقليهن مع ضلوع الزعتر لياخدوا نكهة رائعة، بالإضافة طبعا للفليفلة الحمراء، وطبعا في عنا البابريكا. لكن مشاهدينا هيدا الكوسة ضفناها، ضفنا الكوسة، رح اجي اخد او حط رشة بابريكا، وعندي الفليفلة كمان الحمراء. لكن مثل ما شفتوا بنحط بابريكا على الكوسة، وفينا كمان مشاهدينا نحط ثوم هون مع الباذنجان، فينا نحط ايضا ثوم. لكن هيدي اول وصفه مثل ما شفتوا، طبق كتير سريع كتير طيب كتير صحي. رح اجي اخد من الفليفله الحمراء، ضيف انا لوصفتنا كمان مشاهدينا فليفله حمراء. صار عندي لكن وصفتين قدامي تقريبا بلشوا يشرفوا على نهايتهم. اما الروست بيف، الروست بيف نطرتنا بالاضافه طبعا للسيخ الموجود بالفرن مع الفليفلة الملون. لكن هون كمان ضفت من الفليفلة الحمراء، تركين نحن الكوسة لحتى تتحمر الكوسة، ومنشيل هيدا الطبق كمان مشاهدينا منقدمه كنوع من انواع الابيتايزر. طيب خلينا نروح نشوف بالفرن. بالفرن الصيخ عنا صار جاهز، انا وياكم نحن وعم نشوف الصيخ بالفرن، بدنا نروح على البريك جدا قصير وبنرجع سوا.